بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، وإن شاء الله جايبين لكم فيديو جميل. وبتكلم يعني عن إن أنت تعمل خلطة لإعلاف الأرانب بدون كبس. دي بقى أنا مسميها اسمها خلطة الصاروخ، لأن حيوية وخصوبة وإضرار لبن فوق الخيال. هتكون كالآتي أو كالتالي: المكونات: كزب فول صويا 2 كيلو، كزب عباد الشمس 2 كيلو، ذرة صفرا دش وسط 2 كيلو، شعير 2 كيلو، رد خشنة 2 كيلو. يبقى عندك كم صنف؟ عندك كده 5 أصناف: فول صويا وكزب عباد الشمس وذرة صفرا وشعير ورد خشن، من كل نوع مقادير متساوية 2 كيلو. ملحوظة بقى، يمكن إضافة كسر فول بلدي بدون قشر، بدل ايه؟ بدل كزب عباد الشمس في حالة عدم وجوده. انا عن نفسي شخصيا بضع كزب العباد لانه متواجد لدي، عندي موجود عندي يعني. الملحوظة التانية بقى، الادوية من محلات البيطرية تعرف بادوية اضافات اعلاف، وتكون بايه؟ بتكون بودرة. بتكون ايه؟ بودرة، عشان بتتخلط مع العلفة ما بتبانش، بتبقى مكبوسة جوه الايه؟ جوه العلفة. بس احنا بنجيبها بودرة عشان بنخلطها مع العلفة الخشنة بتاعتنا، بتمشي معاها عادي. الخامات بقى من محلات الإعلاف، والخامات لدى محلات الجملة. الإضافات الأدوية بقى، بحط 200 جرام حجر جيري بودرة بلاط، بحط 100 جرام ثنائي فوسفات الكالسيوم، ثنائي فوسفات الإيه؟ الكالسيوم. بحط 100 جرام توم بلدي بعرشه، يتم جرشه مع الخلطة، يعني بقى بروح منعمه كده بقى في الدراسة بتاعتي. 40 جرام ألف دال تلاتة اهي، 40 جرام ايه؟ ألف دال تلاتة اهي، 40 جرام أملاح، 40 جرام خميرة، 40 جرام ثنائي فوسفات الصوديوم، 40 جرام ملح طعام، 40 جرام مضاد سموم، 40 جرام مضاد كوكسيديا. إضافة زيادة حسب رغبتك. أنا عن نفسي بحطها بضع ملاس لرخص التمن، ومتواجد دائما عندي. يعني بحط ايه؟ بضع ملاس، لانه رخيص شويه. عندك 500 جرام ملاس او عسل اسمر، والارخص الملاس. يتم التقليب الجيد مع الخلطه قبل الايه؟ قبل الجرش. ثم بعد ذلك جرشها باكملها بمدشه بغربال وسط لدى اي مدشه. ملحوظه برضو، يتم دش الخلطه بمدشه بغربال وسط، وبعد وضع الادويه عليهم وتقليبهم جيدا لتكون متجانسة وسهلة الهضم. التحليل الغذائي: بروتين لا يقل عن 20%، ألياف لا تزيد عن 10%، طاقة لا تقل عن 2600 كالوري. الطاقة لا تقل عن ايه؟ عن 2600 كالوري. ميثيونين لا يقل عن 8%، ليسين لا يقل برضو أرضك أيضا عن 8%، فوسفور لا يقل عن 8%، الكالسيوم لا يقل عن من 1 ل 2 ايه في المية. ملحوظة، أول صورة لصورة الخلطة لكن بالعباد الشمس، كسر الفول بدون قشر، دي الخلطة الأولانية يعني. تاني صورة بقى، الحجم الزبل وشكله الناتج من هضم الأرانب المتغذية على الخلطة. تبقى يعني واخد بالك إن طبعا إن بعباد الخلطه بالعباد، مش كسر فول بدون قشر، بكلها زبل بطريقه معينه. لما تكون بقى التانيه لحجم الزبل وشكله، بيكون ايه؟ ناتج عن هضم الارانب المتغذيه على الخلطه. ويا رب نكون وصلنا معلومه ليكم صح، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش تعليقاتكم الجميله، وشكرا ليكم، والسلام عليكم مره تانيه.